الخامسة من التلفزيون المصري. مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بك زميلتي شيراز. مرحبا بك عمرو، مرحبا بمشاهدينا، ونبدأ النشرة بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقية التهنئة من الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. مصر تدين تكرار حرق وتمزيق المصحف في السويد وتطالب بالتصدي لتلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. الأخبار بالتفصيل من القاهرة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية التهنئة من الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة الاحتفال بذكرى 71 لثورة 23 من يوليو، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية ورئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، حيث أعربوا خلالها عن خالص أمنياتهم بدوام التوفيق والسداد، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها. كما تلقى الرئيس السيسي التهنئة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة، حيث أكد شيخ الأزهر أن ثورة يوليو ستظل واحدة من الأحداث المهمة في تاريخ الوطن، مشيرا إلى أن الثورة كانت لها دورا مهما في القضاء على الفوارق بين الطبقات والانتصار للطبقات الفقيرة والكادحة من أبناء الشعب، كما أنها ضربت المثل في تحقيق المساواة بين أبناء الشعب. ودعا شيخ الأزهر الشريف أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة وإخلاص من أجل الارتقاء بمصرنا الحبيبة وازدهارها. أدانت مصر بأشد العبارات سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك في تحد سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وينتهك مقدساتهم. وأعربت مصر في بيان للخارجية عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان. كما أكدت مصر ضرورة أن تطلع الدول بمسؤوليتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر. استنكر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بأشد العبارات تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف على يد مجموعة من المتطرفين في السويد في تحدي متعمد وغير مسؤول، مما يؤجج مشاعر الكراهية والفتنة على مستوى العالم. وأكد مفتي الجمهورية أن مثل هذه الإساءات المتكررة والمتعمدة وغير المسؤولة تؤجج مشاعر الكراهية وتبث الفتنة وتعكس مظاهر الإسلاموفوبيا البغيضة، بما يحتم ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكافة منظماته وهيئاته وكافة المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتصدي لهذه المهاترات والإساءات ومواجهة كل ما هو من شأنه إثارة سموم الفتنة ونشر الكراهية. وجدد دعوته إلى ضرورة إصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأنبياء والأديان والمقدسات والرموز الدينية حفاظا على السلم العام على مستوى العالم. كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات سماح السلطات السويدية مجددا بقيام متطرف بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم، واعتبر أن هذا الفعل شائن يمثل استفزازا ضخما وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم. كما أكد أن التراخي مع خطاب الكراهية والتطرف لا يدخل في باب حرية الرأي والتعبير والتسامح، وأن الخلط بين هذه المفاهيم يغذي دائرة التطرف والعنف من جانب هؤلاء الذين يتحينون الفرصة لبث سمومهم ونشر أفكارهم الهدامة.
من جانبها استدعت السلطات السعودية القائمة بأعمال السفارة السويدية لديها بعد منح ستوكهولم بعض المتطرفين التصاريح الرسمية بتنظيم تجمع يهدف لإحراق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف. وأوضحت الخارجية السعودية أنها سلمت القائمة بأعمال السفارة السويدية لديها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ جميع الإجراءات الفورية واللازمة لوقف في هذه الأعمال المشينة التي تخالف جميع التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية. كما أكدت الخارجية السعودية رفضها القاطع لكل الأعمال التي تغذي كراهية بين الأديان وتحد من الحوار بين الشعوب. قال وزير العدل التركي يالماس تونغ إن بلاده أصدرت أوامر اعتقال بحق السياسي الدنماركي راسموس بالودان وتسعة آخرين، وذلك للاشتباه في قيامهم بحرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم في يناير الماضي. وأشار إلى أنه دعا مكتب المدعي العام إلى إجراء تحقيقات شاملة لتحديد المشتبه بهم وجمع معلومات واضحة عن هويتهم والأدلة على أفعالهم الإجرامية. أعلنت الخارجية السويدية نقل الموظفين المنتدبين بسفارتها في بغداد وعملياتها بشكل مؤقت إلى ستوكهولم لأسباب أمنية بعدما اقتحمها محتجون. يأتي هذا في وقت تظاهر المئات في العراق للتنديد من جديد بتدنيس القرآن في السويد، وذلك بعد يوم من قيام محتجين باقتحام السفارة السويدية في بغداد وإشعال النيران بها، ما أثار أزمة دبلوماسية بين بغداد وستوكهولم، حيث طرد العراق السفيرة السويدية وسحب القائم بأعماله من ستوكهولم. هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الزملاء الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التلفزيوني في مصر في 21 من يوليو عام 1960. وأكد زين أن التلفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة، وشكلوا وجدان الأمة بإبداعاتهم التي تربى عليها أجيال عديدة. وأضاف زين أن أبناء الإعلام الوطني لا يزالون يقومون بدورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات تطورات العصر، ويقدمون خطابا إعلاميا يسهم في تنمية الوعي لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجديدة التي طرأت على المشهد العالمي، وكيف استطاعت الدولة المصرية من خلال الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت والمشروعات القومية العملاقة من تخفيف حدة تلك الأزمات العالمية على حياة المواطن المصري. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن تقديم 225,150 خدمة من خلال حملة 100 يوم صحة في جميع محافظات الجمهورية. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الخدمات التي قدمتها الحملة تضمنت 9,756 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 25,458 خدمة. كما قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة ل 682 طفلا، فيما قدمت 39,106 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. وأشار عبد الغفار إلى أن الحملة قدمت 1,414 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، 2,246 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج. كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ل 1,363 مواطن. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن مبادرة بناء القدرات للجامعات تجسد التعاون البناء بين عناصر المجتمع المعلوماتي. جاء ذلك خلال ختام فعالية الدورة الأولى من مبادرة بناء قدرات الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي بتعاون مع الجامعات المصرية
وإحدى الشركات الصناعية. نتابع. تكنولوجي كبير اختتمت فعاليات الدورة الأولى لمبادرة بناء القدرات للجامعات المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، وذلك بمقر مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة الجيزة. نجاح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قدرة أهل هذه الصناعة على تطويع التكنولوجيات لإحداث أثر إيجابي ومواجهة كافة التحديات التي يمكن أن تواجه من خلال هذه التكنولوجيا. لعله من حسن الطالع أنه في نفس اليوم مجلس الوزراء أعلن أنه نتائج عام 2022 على المستوى العالمي قد دارت، ومصر تقدمت 7 مراكز في جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي، تقدمت 17 مركز في القدرات والكوادر المؤهلة والمدربة في مجال الذكاء الاصطناعي. تشجيع الشباب على الابتكار والفكر الخلاق وإطلاق مزيد من البرامج التدريبية بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية والجامعات المصرية بهدف التوسع في تطويع التكنولوجيا وأدواتها لخدمة المجتمع أبرز ما استهدفته المبادرة. بدأنا بتدريب الطلبة بناء القدرات الرقمية للطلبة على مجالات الذكاء الاصطناعي، وده دور بقى تطوير مؤسسي مش مجرد تدريب. احنا دايما بندور على الاستدامة اللي بنعمله عشان يبقى فيه فعلا قيمة مضافة في الآخر للمجتمع. فبدأ الاتصال بمركز الابتكار التطبيقي، وبدأنا نشتغل مع الطلبة في ان هم يقدموا حلول كانت في الحكومة الذكية او في المدن الذكية او في استدامة الموارد. شبابنا مبدع وعنده افكار خلاقة، وتحت توجيه اساتذته بيبقى دايما مبدع، لكن كيف يمكن لهذه الافكار ان تلمس الواقع وتكون تطبيقات واقعية في تطبيقات مصر في امس الحاجة اليها، زي الزراعة، زي الموارد المائية، زي الصحة، زي الحكومة الذكية، الحكومات الذكية. فكل دي تطبيقات مهمة جدا. الفائزون اعربوا عن سعادة بالمشاركة في المبادرة ونجاحها في إكسابهم مزيد من خبرات التعلم والمعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي ليستطيعوا مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة. حاجة جديدة ومبهرة أول مرة نشوفها طبعا في مصر، طبعا في تطور دائم زي ما سمعنا طبعا معالي الوزير كان قال اللي هو لسه بادئين من قريب جدا، كانوا 6 مراكز بس وبقوا 12، فهو فعلا في ايفالويشن بنطلع بعدد سريع. البلد متجهة ناحية الاي اي والعالم بيتطور اكتر واكتر، وانا فرحان جدا بصراحة ان فعلا ان احنا خدنا فرصة زي دي، ومبسوط ان احنا كسبنا. هو وفر لنا المكان، ووفر لنا الادوات المناسبة، ووفر لنا المهارات المناسبة ان احنا نعرف ننافس في مجال زي ده، وان احنا نطور من مهاراتنا، وان احنا نتعلم يوم عن يوم اكتر من اليوم اللي قبله. اخدنا تدريب كويس بحيث ان احنا يعني على الاقل عندنا الادوات الكافية اللي احنا نقدر ندور بيها لما نشوف مشكلة جديدة. طبعا يعني مش كل حاجة، اللي هو لسه قدامنا خبرة نكتسبها اكتر في المجال، بس الحمد لله يعني لو قادرين ندور. بناء قدرات الشباب الجامعات مبادرة تعد الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي لإعداد شباب قادر على مواجهة تحديات التكنولوجيا العالمية في هذا المجال، فضلا عن تأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي. أكد وزير العمل حسن شحاتة تطلع مصر إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم كل مبادرات التنمية المستدامة، مشيرا إلى تجربة مصر الرائدة في الحماية الاجتماعية وما يشهد ملف العمل من أنماط عمل جديدة، راصدا ما قامت به مصر من إجراءات احترازية ساعدتها على مواجهة أثار وتداعيات التحديات التي تواجه العالم أجمع، خاصة في قطاع العمل، وأيضا سياسات مصر في دعم وتمكين المرأة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة أثناء مشاركته في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة 20 الذي تستضيفه الهند يومي 20 و21 يوليو 2023، وذلك للخروج بتوصيات مشتركة في قضايا العمل الدولي. و تعرض على اجتماع رؤساء بلدان مجموعة 20 في اجتماعهم المرتقب بداية سبتمبر المقبل. قال وزير التموين علي المصلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 5 أشهر، موضحا أن حجم التوريد المحلي للقمح منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3 ملايين و800 ألف طن،
بما يمثل 91% من حجم المستهدف، كما أكد وزير التموين استمرار الاستيراد من السوق الأوكرانية، لافتا إلى أن جزءا من القمح يأتي عن طريق رومانيا وأوروبا. شهد مؤتمر سميلز بشمال إفريقيا للتكنولوجيا المالية عددا من الجلسات والقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى مستقبل المدفوعات الرقمية في مصر وشمال إفريقيا. وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض للشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة العاملة في التكنولوجيا المالية لتقديم عروض تكنولوجية خاصة بالمدفوعات الرقمية. بمشاركة 4000 خبير مصرفي على المستويين المحلي والدولي، استمرت جلسات ومناقشات مؤتمر سيمز شمال إفريقيا للتكنولوجيا المالية 2030 في دورته الثالثة. وكانت أهم ما تم مناقشته خلال الجلسات الأمن السيبراني والتحديات التي تواجهه. بنحاول نميكن ونحدث كل بدءا من المنظومة الخاصة بالبنك نفسه، بالإضافة لوسائل الدفع. احنا بنعمل منظومة جديدة للاي تي عندنا ان شاء الله تنطلق في شهر اغسطس القادم، ودي هتعمل نقلة كبيرة جدا، سواء في مجال ان احنا نستحوذ على مساحة اكبر من سوق مصرفي، نقدم خدمات مصرفية، بالإضافة لعمليات الرقابة وتأمين البيانات. استراتيجيات الامن السيبراني بحماية وتأمين العنصر البشري، سلامة الاجراءات، وتأمين البنية التحتية. البنية التحتية سواء نظم التشغيل، قواعد البيانات، التطبيقات الرقمية اللي بنطلقها للعملاء. فطبعا الإطار الاستراتيجي اللي أصدره البنك المركزي بيتناول كل المحاور دي. تستلزم كمان أن البنوك تقوم بدور لتوعية العملاء، يعني البنوك دايما عليها الدور ومسؤولية حماية البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات الرقمية. عليها كمان دور توعية العملاء أنه ما يشاركش بياناته مع أي متصل، ما يشاركش بياناته لأي روابط تجيله في رسائل مجهولة المصدر، لازم يحافظ على بياناته. وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض عن الخدمات التكنولوجية المالية والمدفوعات الرقمية التي تقدمها الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والبنوك المصرفية. استغلينا هذا المؤتمر لاجتذاب فوق 100 شركة ناشئة في المعرض اللي بيقام على هامش المؤتمر، لعرض خدماتها وأفكارها وحلولها التكنولوجية للقطاع المصرفي ولكل المتعاملين في هذا القطاع. قد أصبحنا نرى استخداما موسعا في الدول المتقدمة للميتافيرس على الهاتف المحمول، وهذا يعني أن الهواتف المحمولة ستكون الأداة الرئيسية لتلك التجارب. فعلى المدى القريب يمكن من خلال ارتداء النظارات فقط التجول داخل معرض للسيارات على سبيل المثال، حيث يمكن تفحص السيارة التي نرغب في شرائها. وباستخدام الذكاء الاصطناعي أيضا يمكن الذهاب إلى البنك لعمل وإجراء المعاملات البنكية دون الحاجة للذهاب فعليا. سوف يتطور الميتافيرس بشكل سريع جدا، حيث أن العالم الرقمي سوف يحقق الكثير من الاندماج والتكامل بالعالم الحقيقي. اللي احنا عايزين نقدمه المرة دي ازاي نقدر نكمل الرحلة اللي بدأت ونعمل منصة تقدر فيها رائد الاعمال عن طريق زرار واحد يتواصل مع كل الجهات اللي هو بيحتاجها لتنفيذ امور اعماله. نبدأ بالجهات الحكومية، ازاي اقدر اتواصل مع كل الجهات الحكومية ومنصتها وتخاطبني بنفس اللغة اللي انا اقدر استوعبها، في قوانين وفي لوائح، عشان اترجم اللوائح والقوانين دي لقدرتي على استيعاب القوانين، ده شيء مهم جدا. مؤتمر سيمز شمال إفريقيا يعد خطوة هامة للتوعية بدور التكنولوجيا المالية في دعم التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي في مصر ودول شمال إفريقيا، بما يتوافق مع جهود الدولة المصرية والبنك المركزي للتحول نحو اقتصاد رقمي واعد. أواخر القرن 13 الميلادي كان ميلاد حي خان الخليل أحد أهم الأحياء القديمة في مصر وشرق الأوسط، وحتى الآن ظل الخان محتفظا بشكله القديم من بنايات وأزقة تحمل عبق التاريخ، ما جعله أيقونة سياحية جاذبة. نتابع. مربع كبير لبناية تحيط بفناء يشبه الوكالة، ذلك هو وصف الخان. أما الخليلي فنسبة لأحد أمراء المماليك، حلم الأمير جهركس الخليلي، والذي تحقق في العام 784 هجريا ميلاديا، كان ذلك قبل أكثر من 600 عام عندما أراد بناء خان يباع فيه شتى أنواع التجارة. ففي العام 1382 ميلاديا
بني خان الخليلي على أرض كانت تحوي رفات لأموات الفاطميين تسمى تربة الزعفران. منذ إنشائه وإلى الآن ظل الخان باق على معماره القديم كأحد أقدم الأسواق وأحد الأحياء القديمة في أنحاء المحروسة بل وفي الشرق الأوسط. خان الخليلي بمجرد نطق اسمه ترتسم الصورة لتفاصيل شكله ما بين المشربيات المطلة على الحارة وأحواض الماء والأزقة الضيقة وصولا للمقاهي، وتجارة تتنوع بين ذهب وفضة وأحجار كريمة وتجارة أخرى، ما يجعل من خان الخليلي مكانا سياحيا قائما بذاته ينتظر السائح والزائر بشكل عام ليعطيه جرعة وقت ممتع. مغلف بسياحة تتميز بها مصر دون غيرها، وهي سياحة الأفراد، سياحة الناس. بكام دي؟ 150. 150؟ طب أنا مش أجنبية، أنا مصرية. جدا. يلا 50 جنيه. 50 جنيه؟ لا أنت كده مصرية أوي شين. وفي ذلك النوع من السياحة وعن حالة خان الخليلي بشكل عام، كتب نجيب محفوظ في أحد نصوص أدبياته من رواية خان الخليلي واصفا الخان والمترددين عليه كالآتي: فكأنها ثكنات هائلة يضل فيها البصر، وشاهد فيما حوله مقاهي عامرة ودكاكين متباينة ما بين دكان طعمية ودكان تحف وجواهر، ثم أنهى هذا النص بجملة: ورأى تيارات من الخلق لا تنقطع. أحمد نبيل، التلفزيون المصري. تحت شعار العالم عالمين، تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الدولي بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بمختلف مناطق مدينة العالمين الجديدة. للاقتراب أكثر حول هذه الفعاليات التي يشهدها المهرجان الدولي، ينضم إلينا مباشرة من العالمين الجديدة مراسل أخبار مصر محمد جمال. محمد، أطلعنا على برنامج الفعاليات المقامة عندك، وماذا عن الحفلات الفنية المقرر إقامتها في عطلة هذا الأسبوع مع تواصل فعاليات المهرجان في شتى أنحاء المدينة الجديدة؟ تحياتي شيراز إلى كل مشاهدي نشرة أخبار مصر في هذا الوقت من مدينة العالمين الجديدة، ومن كل الجمهورية أحييكم وأقول لكم أن هذا الموسم الصيفي في العالمين الجديدة هو موسم استثنائي بكل المقاييس. فالمهرجان الذي بدأ منذ 13 من هذا الشهر وينتهي في بعد 44 يوما في شهر أكتوبر القادم بإذن الله، يستهدف أن يصل إلى هنا 1,000,000 زائر في مدينة العالمين الجديدة ليعيشوا فعاليات ما بين فعاليات ترفيهية وأنشطة رياضية وحفلات موسيقية. تبدأ أولاها اليوم بحفلة النجم المصري تامر حسني في هذه الليلة. وعلى إثر ذكر حفلة تامر حسني، فقد لاحظنا قبل قليل في مدينة العالمين عروض الطائرات الRC التي حملت الأعلام المصرية وزينت سماء العالمين الجديدة بعلم مصر، ثم كان هناك طائرات أيضا زينت السماء في مدينة العالمين بأعلام من دول العالم. أنا الآن في الممشى السياحي والموجود تحت الإنشاء، ويوجد فيه العديد من الأبراج الشاطئية التي تميز مدينة العالمين كمدينة على ساحل البحر المتوسط، وأيضا هناك تجهيزات لبحيرة صناعية يمكن تستعرضها أمامكم الكاميرا الآن، وهناك أيضا شاطئ بالمجان يتم تجهيزه إلى جانب الشاطئ الذي يحضر إليه المصطفون الآن. يمكن لاحظنا عروض بالدراجات البخارية الموجودة هنا، وتستعرض الكاميرا الآن الشاطئ المجاني الذي يستطيع الجمهور العادي الحضور إليه. هذا كله أردت أن أنقل لكم بالصوت والصورة أن مدينة العالمين هي مدينة لكل المصريين، كما روجت لها كل الترويجات الإعلامية التي رأيناها في شاشة، سواء في شاشة التلفزيون المصري في قطاع الأخبار أو في النيل الأخبار أو في كل القنوات. هنا يمكن أن تأتي إلى مدينة العالمين وتستمتع بالمصايف في هذه المياه، مياه البحر المتوسط بالساحل الشمالي المصري بالمجان، وليس فقط الحضور للحفلات الصاخبة والغالية، ولكن
هذه الحفلات أيضا لها جمهورها. ذكرت قبل قليل أن الأولى الحفلات التي تبدأ في مدينة العالمين تبدأ بحفل للنجم تامر حسني. لاحظنا بعض الكثافات المرورية الموجودة في الشوارع، ولكن لاحظنا أيضا أن المرور في محافظة مطروح أو أجهزة الأمن هنا موجودة وبشكل مكثف للتغلب على هذه الكثافات المرورية ولعمل تحويلات مرورية لازمة لأن يسير هذا اليوم أولى الحفلات المخصصة لمدينة العالمين كيوم استثنائي وكيوم نستهل به بقية الحفلات في الفترة القادمة. إليك شيراز. محمد جمال مراسل أخبار مصر كنت معنا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة، شكرا لك. نهاية الخامسة وهذا تذكير بأهم عناوينها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقيات التهنئة من الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. مصر تدين تكرار حرق وتمزيق المصحف في السويد وتطالب بالتصدي لتلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. مسبيرو.إيجي عنواننا الإلكتروني. شكرا لطيب المتابعة. في أمان الله.